مرحبا بكم حلقة جديدة من خمس أشياء. اليوم نتكلم عن الألعاب المشهورة اللي نزلت في وقتها وسووا ضجة عالمية كبيرة، لكنها قسمت اللاعبين إلى قسمين، قسم حبوها وقسم كرهوها. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون تضغطون اللايك واشتركوا بالقناة وأيضا فعلوا الجرس، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy 15. كان اسمها في البداية Final Fantasy 13 Versus، وكانت بتكون احد اجزاء مجموعه فاينل فانتسي 13 الفابيولا نوفا كريستاليه، وكانت راح تصدر على جهاز بلاي ستيشن 3. مخرجها وقتها كانت تسوي نومورا، وبعدها الغيت وتحولت لجزء رئيسي جديد في سلسله فاينل فانتسي باسم 15. والمخرج ايضا تغير من تسوي نومورا الى مساعد المخرج هاجمي تاباتا، واصدرت على جهاز بلاي ستيشن 4 وبعدها على البي سي. واللعبه قسمت اللاعبين الى معجبين لها وكارهين لها. أهم الأسباب هي نظام اللعب والقصة، وخاصة تشابتر رقم 13 واللي كان فيه عوامل كثيرة جعلته من أسوأ التجارب في ألعاب الأربيجي. وبعد تباتا أعاد إصدار الشابتر مرة ثانية بإضافة مجانية ووصح أخطاء اللي كانت فيه، لكن بعد فترة طويلة من صدور اللعبة وبعد فوات الأوان. ثاني لعبة معنا هي لعبة مترويد The Other M، وهي من تطوير تيم نينجا، وتعتبر جزء مكمل لأحداث سوبر مترويد اللي كانت على جهاز السوبر نتندو، وأيضا أحداثها كانت تصير خلال جزء مترويد فيوجن اللي كان على جيم بوي أدفانس. واللعبة جمعت بين أسلوب اللعب من سلسلة مترويد برايم اللي كانت منظور أول، وسلسلة مترويد الكلاسيكية اللي كانت 2D بلاتفورم. الجمهور انقسم إلى قسمين، قسم حبوه الأفكار اللي فيها وطريقة دمج أسلوب اللعب للبرايم والكلاسيكية، وقسم كرهها لأنه ما ركز على أسلوب لعب واحد، وأيضا ما مشوا على نهج ألعاب مترويد اللي متعودين عليها. وهم شيء انهم زعلوا كثير لان شخصيه البطله سامس صارت تتكلم كثير وتقص قصتها كل شوي، بينما في الاجزاء السابقه كلها كانت البطله صامته. ثالث لعبه معانا هي لعبه The Legend of Zelda Majora's Mask، وتعتبر جزء المكمل للعبه Legend of Zelda Ocarina of Time، وتلعب شخصيه يونغ لينك او لينك الصغير، وتحاول انك تنقذ العالم من خطر محتوم قادم اليه على هيئه قمر عملاق راح يضرب الارض. ولازم على لينك أن ينقذ العالم في 3 أيام، ورح يستخدم قدرة الأوكارينا أنه يرجع في الزمن إلى اليوم الأول عشان يحل ألغاز كثيرة ويساعد الناس كثار. الجمهور انقسم إلى قسمين، قسم عجبته اللعبة وتوجهها الجديد والسوداوي، القصة المثيرة وأسلوب اللعب في التنقل في الأيام، والقسم الثاني اللي ما عجبته اللعبة، ما عجبه التوجه السوداوي في اللعبة ولا الوقت الزمني المحدد ولا التنقل بين الأيام. يعني تحس الناس اللي عجبهم ما عجبهم، واللي ما عجبهم عجبهم. رابع لعبة معانا هي لعبة Metal Gear Solid 4 من مطور الأسطورة كوجيما، وتعتبر أول جزء للسلسلة حصلت تغييرات جذرية كثيرة في أسلوب اللعب والتقديم والقصة، وكان فيها أيضا محتوى ضخم جدا من المحادثات والمقاطع السينمائية، وصدرت على جهاز PlayStation 3 حصريا في أوج المنافسة ضد الـ Xbox 360، وكانت تستخدم أقراص بلوراي، والإكس بوكس وقتها كانوا يستخدمون أقراص الـ HD DVD. والجمهور انقسم لقسمين، قسم حبوها والجيم بلاي الجديد اللي إضافته والمحادثات والمقاطع السينمائية الطويلة اللي شرحت كل شيء في اللعبة خصوصا النهاية الطويلة، وقسم كرهوها عشان المقاطع السينمائية الطويلة اللي فيها وقلة الجيم بلاي واللعبة قصيرة لو شفت كل المقاطع السينمائية اللي كانت فيها. واخلب معنا هي اللعبة ايضا من تطوير كوجيما، وهي اللعبة اللي صدرت مؤخرا لعبة Death Stranding، وهي تعتبر اللعبة المنتظرة من اثناء اعلان عنها في E3 2016، واول لعبة من تطوير كوجيما والاستوديو الجديد حقه بعد تأسيسه من بعد ما طلع من كونامي. ومعجبين سلسلة Metal Gear كانوا متحمسين لها ووضعوا الامال عليها، وبعد ما صدرت انقسم الجمهور الى قسمين، قسم حبوها وحبوا اسلوب سرد القصة اللي فيها والحوارات العميقة والجيمبلاي المميز والمعقد في توصيل الطرود والتفاصيل الدقيقة في الرسوم والعالم المفتوح الجميل فيها، وأيضا تمثيل مؤدين الأصوات فيها. وقسم ما عجبت اللعبة بسبب أن الجيم بلاي كان عبارة عن توصيل طرود فقط مثل DHL، واللي ما لها أي صلة في القصة الرئيسية في اللعبة، والمهمات التافهة اللي ما لها أي فكرة ولا إبداع، فقط وصل الطرد من مكان A إلى مكان B، والعالم الفاضي اللي ما فيه ولا مدينة واحدة. وفكرة كيف أن كوجيما استغل اللعبة في توطين العلاقات مع كبار الممثلين والشخصيات والأسامي الكبيرة، ووضعهم في اللعبة كشخصيات ثانوية مثل كونان أوبراين ومانجاكا الرعب جونجي إيتو، وحتى رئيس استديوهات سوني العالمية الجديد هيرمان هولست حطه في اللعبة، بس باقي كوجيما يحط شغالتهم وخلاص تكمل. وهذه كانت حلقة خمس أشياء لهذا الأسبوع، عطونا إيش رأيكم فيها وقولوا لنا هل فعلا أنتم متفقين مع ولا ضد الألعاب اللي ذكرتها، وأيضا إذا عندكم أفكار ثانية أو ألعاب ما ذكرناها قسمة ترى اللاعبين اكتبوا تحت في الكومنت. كان معكم هذا الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.